كنت تحب احمد زكي انت؟ اه طبعا طبعا طبعا. ميز بيه احمد زكي؟ احمد زكي شفته اول مره في حياتي كنت انا بساعد في الاخراج برضو. قبل بقى ما يبقى عندي برنامج، وكنا رايحين نغطي مهرجان اسكندريه السينمائي. كبروا على طول. وكان اللي بيعد البرنامج عمرو عبد الحميد. طبعا. وبالمناسبه عمرو هو اللي كان مختار اسم البرنامج بتاع لعب عيال. والله. هو اللي اختار الاسم ده. هو كان في الشرق الاوسط، وكان في الشرق الاوسط جميل يعني. زميلنا صديقنا عمرو طبعا. وعمر اللي كان طالع بيغطي الرسالة بتاعت المهرجان، وأنا كنت معاه وشال شرايط وكل حاجة وبتاع. شال الشرايط. شال الشرايط والفنانين قدامك ورايحين جايين. فقال لي، فعمر قال لي انزل شوف الأستاذ أحمد زكي نزل المطعم ولا لا، عشان إحنا متفقين معاه هناخد منه كلمتين. فنزلت لقيته قاعد في المطعم على تربيزة الواحد على طول الصبح. في الشيراتون. وبعدين فصباح الخير استاذ احمد، بص لي اهلا. قلت له انا جاي لك من طرف الاستاذ عمرو بس حضرتك جاهز؟ عشان كان فقال لي اقعد اقعد اقعد. فروحت قاعد. انت اسمك ايه؟ قلت له اسمي احمد. صمت مذهول طبعا انا، وهو قدامه القهوه ولابس النضاره السوداء وبصص لي كده. قلت له انا ممكن اسالك كم سؤال؟ فقال لي قول اسال. فسالته سؤالين او ثلاثه. قلت له هو انت في زوجه رجل مهم، لما رحت عامل الشعراية اللي في شنبك دي، هو ده كان مكتوب في السيناريو ولا ده كان اضافه من عند حضرتك؟ فهو بص لي كده يعني وريته ضحك كده. لا مش بالسهل. ولابس النضاره وانا مش عارف يعني مش شايف بقى ايه الرياكشن في وشه. فقال لي لا انا اللي شدتها. صمت. طيب هو حضرتك في الفيلم بتاع ضد الحكومه، لما جه صحاك المنتصر بالله وقال لك مش عارف ايه، وانت قمت كده ورحت تتافف في البتاع اللي دي، هي كانت مكتوبه في السيناريو برضو ولا حضرتك تفيت بجد ولا مستني تتفى في وشي بقى؟ فقال لي لا انا تفيت بجد. صمت. لا ده تلاقيه اعجب بيه جدا الحاجات دي، التاتشات تفاصيل. قلت له طب حضرتك في الفيلم انت ريحت؟ انا ريحت بقى، هات قهوه هنا. ريحت وقعدت. في الفيلم بتاع كان اللي كان مع حسين الامام ورغده، كان استاكوزا. استاكوزا. حضرتك فيلم استاكوزا لما كنت قاعد مع حسين الامام وقال لك لو معاك مليون جنيه هتعمل بيهم ايه؟ فلما قلت له هحجج امي وهعمل مصنع ازاز لابويا، وهو ده كان مكتوب في السيناريو ولا؟ قال لي لا ده كان مكتوب في السيناريو بس انا عملته بطريقتي. قلت له تمام. على عمرو عبد الحميد جاي. يا استاذ احمد صباح الخير، صباح النور، مش عارف ايه، جاهز؟ فقال له جاهز. فقعد عمرو عشان هيبتدي يساله سؤال، فمش عارف ساله سؤال او لسه هيساله حاجه كده. وبعدين ففجاه احمد زكي بص له كده قال له بقولك ايه، اكتب الاسئله اللي قالها الراجل ده. اكتب الاسئله، انا عايز اسئله من الاسئله دي. فعمر مش عارف انا قلت له ايه واسئله ايه، قال له اكتب، واكتب كده في الحوار طالب من معهد السينما، وانا مش طالب من معهد السينما. سأل أحمد زكي عن التفاصيل في فيلم، اكتب كل الكلام، عارف هو اكتب يا حسين كل كلمة بيقولها ومبلاش حسين. وفعلا ولولا إن عمرو جميل وسمح وقلبه أبيض كان مشاني. بس كويس أحمد زكي كان شخصية. خطير. طب مين كمان من الممثلين اللي أنت شفتهم زمان يعني في الشاشة تحس إن هم يعني مختلفين في الأداء في الطرح وشوشه مع الشاشه كانت بتبقى مختلفه؟ طبعا 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 الزعيم عادل امام ربنا يديله الصحه طبعاً. طبعا يعني
هو كمان من الفنانين. انت عملت مشهد آه. عملت مشهد في التجربه الدنماركيه انت ومنى. انا ومنى آه. وهو الاستاذ عادل امام تخطى حاجات كثيره قوي ليها علاقه بالموهبه وليها علاقه بالحضور وليها علاقه بالكاريزما. هو تخطى الحدود في حته صعبه قوي 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 حد يتخطاها حتى في هوليوود. انه ربنا يديله الصحه يا رب انه ظل بطلا فتره طويله جدا طول العمر طول العمر صحيح. طبيعي انه في السينما بالتحديد لازم مهما كنت لا في حد لازم بتخلص الادوار بتتبدل وهو لغايه اخر فيلم هو كان بطل الفيلم صحيح. فدي حاجه ومن الحاجات الصعبه جدا اللي حققها الزعيم عادل امام. يعني انا اول مره شفته كان في فيلم ليه خليتني احبك كان جاي بيحضر العرض الخاص وكان مدير التصوير احمد عبد العزيز ابن اخته احمد ابن اخت عادل امام وانا ما كنتش عارف انه حاضر وانا كنت عامل دور في الفيلم وهو قاعد كده في السور النحاس ده اللي بيبقى وبتاعه هو. فخلص الفيلم والنور نور وهو قام والناس قامت وسقفوا وبتاع وبيلف كده فلقيته انا اول مره اشوفه في حياتي. فطبعا حصل لي ذهول رهيب وكده. فهو لما لف هو بيني وبينه مثلا حوالي متر ونص فشافني وانا في يعني كنت في الفيلم. فهو بقى عنده في ممر يقدر يعدي يعني فبس انا يعني مستكتر ان هو يجي فانا اللي عايز اروح له. فروحت واقع من على السور وفاهم وفاكر يوميها كويس قوي قوي قوي. راح عامل لي كده بايده قال انت شاطر قوي انت شاطر قوي كده عارف اللي هو يعني حاجه كده في الحنيه كده. ف ده كان يوم برضو ما يتنسيش بالنسبه لي. ولا الجميل محمود عبد العزيز الله يرحمه جميل محمود عبد العزيز استاذ محمود عبد العزيز كان جاري كان العمارة اللي جنبي وهو كان عنده منحى العسل فكان دايما العمارة اللي جنبك في المنسي في محي الدين ابو العز دي اول شقه سكن فيها هو ومنى زكي بالظبط وخدوني فرجوني على الشقه وكانوا سعيدين جدا وشفت كل الاوض والحاجات كل الحاجات هو لسه ليه اوضه هناك. فكان جاري وكان دايما يجيب لي عسل وانا كنت ايه طالب زراعي وعنده مزرعه ففاكر مره قابلته في الشارع قدام العماره وانا كنت ايه مطقطق شويه يعني ابتديت اتعرف كده اللي هو الواد بقى اللي دمه خفيف اللي كده يعني فواقف انا وهو في الشارع وبعدين عدت عربيه كده فيها اربع بنات فوقفوا وقفوا قدامنا كده محمود عبد العزيز لا هم الاول لي انا طبعا يعني طبعا فانا واقف كده وبتاع مش عارف ايه ومحرج له جدا وبعدين فجاه الاربع بنات بينادوا الاستاذ محمود عبد العزيز استاذ محمود استاذ محمود استاذ محمود فراح زقني كده وراح رايح يسلم عليهم وبتاع وانا واقف بقى فاهم محرج جدا ميكي ماوس بوداني وابتدى هو بيعمل لي كده بايده قال مش بقى خلاص مع السلامه خدت العسل اللي مروح ويبص لي فاهم كده ما عرفكش محمود